مرحبا أعزائي المشتركين، ممثل أسطوري على وشك الخروج من مسلسل زهور الدهر، وهو المسلسل اليومي الأكثر نجاحا في تركيا وفي بعض الدول العربية. لا تنسوا أن تتركوا لايك قبل الدخول في تفاصيل هذا الخبر. هناك الكثير من المشاهدين الذين ما زالوا لا يقبلون رحيل المحامي كرم في مسلسل زهور الدهر، حيث خرجت أسماء مهمة جدا من المسلسل في الموسم الثاني. كرم الذي كان أفضل صديق مع بران آغا سواء من حيث العمل أو الصداقة، ترك المسلسل بسبب وفاته، لذلك لا توجد إمكانية لعودته إلى المسلسل. يبحث المنتجون عن ممثلين لتقوية طاقم العمل خاصة في الموسم التالي. في هذه الحالة على وشك التوصل إلى اتفاق مع الممثل جاك بيرك ديميرج المعروف لدى المشاهدين في القناة السابعة بدلا من شخصية المحامي كيرين. إذا تم التوصل إلى اتفاق مع جاك بيرك ديميرج، فمن المتوقع أن يشارك الممثل الشهير في المسلسل باعتباره المحامي الجديد لباران آغا. ويبدو أن جاك بيرك ديميرجي الذي لديه ملايين المتابعين في الخارج خاصة مع شخصيته أمير في المسلسل التلفزيوني الوعد، سيكون له تأثير كبير عندما ينضم إلى طاقم المسلسل. ويواصل جاك بيرك ديميرجي حاليا التمثيل مع شخصية كارتال في المسلسل التلفزيوني ثلاثة أخوات، لكن من المعروف أن المسلسل كما قلت لكم سيكون له نهاية هذا الموسم. إذن هل ترغبون في رؤية جاك بيرك ديميرج في المسلسل التلفزيوني زهور الدهر؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو. جوانب غير معروفة من العلاقة بين عفراء سارات أوغلو وميرت رمضان ذيمي. أكشف لكم حقائق عن الحياة العاطفية للزوجين المشهورين لأول مرة. إذا أردتم أن تتعرفوا على كل هذه المعلومات شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا بالطبع متابعة الصفحة. تعود الممثل الشهير عفراء سارات أوغلو سيران من المسلسل التلفزيوني طائر الرفرف من بين المشاهير الذين يجذبون أكبر قدر من الاهتمام بمسيرتها المهنية وحياتها الخاصة. أجرت أفراء سارات أوغلو التي تربطها علاقة متقطعة مع شريكها ميرت رمضان ديمي مقابلة مع إحدى المجلات. الممثلة الجميلة كانت على جدول الأعمال مرة أخرى بتصريحاتها، وكان الجمهور ينتظر بشكل خاص تصريحات الممثلة الجميلة حول علاقتها مع شريكها ميرت رمضان ديمي. ولهذا السبب قررت أن أشارككم المعلومات التي حصلت عليها حول هذا الموضوع دون أن أجعلكم تنتظرون طويلا. على الرغم من الادعاءات بأن ممثلين مشهورين انفصل مؤخرا، إلا أن كل شيء ليس كما يبدو. في الواقع تواصل عفراء سارات أوغلو وميرت رمضان ديمي علاقتهما، لذا إذا واصل الزوجان المشهوران علاقتهما فلماذا لم يتم رؤيتهما معا لفترة طويلة؟ أوضح لكم هذه الجوانب غير المرئية لهذه التفاصيل. وعلمت أن منتج المسلسل منع الممثلين المشهورين من الحديث من علاقتهما في الظهور. لهذا السبب يتعين على الزوجين المشهورين أن يعيش حبهم بعيدا عن أعين الناس. يرتبط قرار المنتج باتخاذ مثل هذا القرار بتصنيف المسلسل. ومع ذلك بعد اتخاذ مثل هذا القرار أرى أن هذه السلسلة تضل خلف سلسلة شرب التوت البري في تصنيفات التصنيف. إذن برأيكم هل يجب على الثنائي ميرت رمضان وعفرة أن يعيش حبهما علنا أم سرا؟ يمكنكم كتابة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو. تعود الممثلة هازالقايا إلى الشاشات في مسلسل جديد، حيث ستلعب دور محققة. ماذا أعرف عن المسلسل الآن؟ إن هازالقايا ستلعب دور ضابطة شرطة في المسلسل الجديد غرفة الاستجواب. في الآونة الأخيرة تلقت الممثلة العديد من العروض واختارت مسلسل كارا سيشاركها النجم ألبيرين دويما. وبعد تأجيل تصوير المسلسل الجديد الموسم المقبل قررت هازال النظر في عروض التمثيل في مسلسل رقمي. في وقت سابق كانت هناك معلومات تفيد بأنها ستلعب الدور الرئيسي في المسلسل الذي تنتجه شركة ميديا بي لمنصة بي إن كوليكت بعنوان أبواب الزمن، حيث كان من الممكن أن يكون نجمها إيركان سوكولو. ومع ذلك وكما تبين فإن هازال ما زالت تقبل العرض المقدم من منتجي كارا. ستلعب الدور الرئيسي في المسلسل الجديد غرفة الاستجواب. سيتكون هذا المسلسل من 10 حلقات، وسيتم إصداره أيضا على منصة تي أو دي. وستلعب هازال دور المحقق، وسيبدأ التصوير في نهاية شهر مارس، وسيتم الإعلان عن شريك الممثلة في المشروع هذا الأسبوع. مرحبا أصدقائي الأعزاء، بدأت الأسرار تظهر للنور في المسلسل التلفزيوني زهور الدهر الذي يثير الجمهور بحلقاته الجديدة والمثيرة. كما تعلمون ليس من السهل أن تلعب شخصية سيئة في أي مسلسل تلفزيوني. ألاب إلكمار الذي يلعب دور جواهر الشخصية السيئة في المسلسل التلفزيوني زهور الدهر ابتكر شخصية أسطورية من خلال تمثيله. يريد جميع مشاهدي مسلسل زهور الدهر تقريبا أن تغادر هذه الشخصية المسلسل في أسرع وقت ممكن. إذن ما الذي ينتظر شخصية جواهر في الحلقات القادمة؟ لقد قمت بتحليل هذه المشكلة خصيصا لكم. مشاهدة ممتعة. أرب إلكمان
الذي أعطى الحياة لشخصية جواهر. ولد في قبرص عام 1986 الممثل الناجح الذي درس في قسم علم النفس في قبرص. أكمل خدمته العسكرية كقائد كوماندو. الممثل الذي تلقى تعليمه التمثيلي في إنجلترا عاد لاحقا إلى مسقط رأسه وأصبح ممثلا. الممثل الذي شارك في عدة إنتاجات ضخمة يلعب الآن دورا في المسلسل التلفزيوني ظهور بشخصية جواهر التي حقا لا تهدى بشعبية كبيرة. احتمالا ينتظر جواهر في الحلقات المقبلة. الاحتمال الأول هو أنه بينما يريد جواهر أن يؤذي ديلان وجنينها، فإن صبيحة التي حدرت مرات عديدة أعتقد أنها ستقتله وتنتهي علاقة جواهر مع المسلسل. الاحتمال الثاني هو أن ينكشف حادث سيارة جواهر ويرسله باران أغا إلى السجن، وفي كلا الاحتمالين سيغادر جواهر قريبا المسلسل. إذن هل ترغبون في أن يترك جواهر المسلسل؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم القيمة معي في قسم التعليقات بالفيديو. مرحبا، أنا هنا في فيديو تحليلي جديد تماما عن المسلسل التلفزيوني اليومي الأكثر مشاهدة ظهور الدم. في هذا الفيديو أريد أن أقدم لكم الأخبار والأحداث التي ستحدث حقا في المسلسل، ثم أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو بعناية لمشاهدي الذين يريدوا أن يعرفوا مسبقا كيف ستحدث أحداث المسلسل. كان جواهر يقاتل برا لفترة طويلة وكان يخفي نفسه جيدا، لكن برا لم يكن يعلم أن هذه الضربات تأتي من العادة، وخاصة أن عمه حسن كان يعمل كجاسوس لجواهر، مما جعل مهمة بران أكثر صعوبة. لكن في الحلقات السابقة علم بران من أين جاءت الضربة، على الرغم من أن بران يعلم أن كل هذه الأشياء الشريرة قام بها جواهر، إلا أنه لا يعرف أن الشاب بينه هو عمه. وكأن هذا لم يكن كافيا، بدأ فرات أيضا العمل في شركة جواهر، ولكن لا شيء كما يبدو لم يخون فرات بران في الواقع. ربما كانت علاقته مع بران متباعدة بعض الشيء، أو ربما ظهرت على هذا النحو. الآن بدأ فرات بتنفيذ خطة بران. ذهب فرات إلى جانب جواهر بناء على طلب بران، وهكذا سيظل بران دائما متقدما بخطوها على جواهر. ومع ذلك في الوقت الحالي لم يتم عرض هذه التفاصيل للجمهور. ومع ذلك إذا انتبهت إلى موقف فرات أثناء التحدث مع جواهر فسوف تفهمون فعلا هذا الموقف. إذن هل تعتقدون أن فرات قد خان بران حقا، أم أن هذه فقط خطة؟ يمكنكم كتابة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو. مرحبا بكم في عالم مسلسل تل الريح التلفزيوني المثير. مع اقتراب نهاية الموسم تفاجئ التطورات المفاجئة في المسلسل الجميع، وفيما يلي تحليل لما قد يحدث في الحلقات القادمة. وقد عزز خليل بشكل خاص إيمانه ببراءة زينب مؤخرا، وتعمقت مشاعر تجاههما أكثر. ومع ذلك لكي يتخذ خليل قراره نهائيا عليه رؤية وجه سونغو هانم الحقيقي. الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة خليل في هذه الأمور هي زمرد هانم. على الرغم من أن زمرد ستحاول قول الحقيقة لخليل، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت. عندما تدرك زمرد الخطأ ستخاف من الكشف عن الحقيقة، لعلمها أن أول شخص تشتبه به هي سونغو. مع ذلك سيصل خليل إلى الحقيقة بأساليبه الخاصة في اللحظة التي يعلم فيها أن زينب بريئة. سيتحول الحب الذي يبدو مستحيلا إلى بعد خيالي. قد يخطو خليل إلى زواج حقيقي قبل نهاية هذا الموسم. على الرغم من أن سونغو الهاني يجب أن تقبل الزواج، يبدو أنها لن تتخلى عن البحث عن عيوب زينب. فهل ترغبون في زواجها حقيقي بين خليل وزينب؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو.